عشان ما ازعجكوش هتناول قصة قصيرة من 6 صفحات. المحكمة كانت الساعة تقترب من منتصف الليل حينما دخلت القاعة هيئة المحكمة في ملابسها البيضاء المخططة. كل مرة يعطونا درس شبان سلاحهم محشار وإيمان بالأرض وبالقدس وبخروج المحتل من الدار. فلسطين بهم متنادي وينكم يا كل الأحرار؟ وين الأمة الإسلامية؟ وين الشعوب العربية؟ وين أوروبا الحضارة؟ وين حماة الإنسانية؟ في الحقيقة ليس الدور مفروضا فقط على المثقفين، وإنما هو مفروض على كل واحد، كل في مجال تخصصه وفي مجال المنطقة التي يبحر فيها. وبالنسبة إلى المثقفين والأدباء والكتاب، فإن دورهم الأصلي والأول والأساسي هو إعادة صياغة القضية من جديد كما كانت وكما هي في الواقع. الرسالة الأساسية التي على الكاتب أن يقوم بها هي أو تتلخص في الوقوف مع التاريخ الحقيقي الحقيقي، وليس التاريخ المزيف كما تقوله التوراة أو كما تقوله السياسات الإسرائيلية. إحنا تواجد أو الكتابة في القضية أو في لفلسطين منذ الأزل، يعني منذ زمن بعيد جدا ولم تنقطع يوما، ونوجد هذا مثل ما شفتي واستمعنا الكل من خلال الندوة، أنه كتابنا وشعراءنا ومؤرخينا كلهم كتبوا على القضية الفلسطينية.